بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، أنا بسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، أنا بسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة لحضور السباق 18 لهذا الموسم. السباق أقيم على كؤوس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وكأسي نجليه سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة، وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير. وقد قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتتويج الفائزين في السباق، حيث قدم كأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز يوسف طاهر وكأسي الشوطين السادس والسابع إلى الملك فوزي ناس، فيما قام سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة بتقديم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز ألان سميث، وكأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي، وكأس الشوط الرابع إلى فؤاد حسين بوكنان، وكأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أن الرعاية والدعم سيستمران لرياضة الفروسية وسباق الخيل، والتي تترجم التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في النهوض بهذه الرياضة وتطويرها بما يحفظ مكانتها التاريخية في التراث الوطني الأصيل لمملكة البحرين. وقال سموه إننا نعتز برعايتنا ودعمنا لرياضة الفروسية وسباقات الخيل، والتي تعتبر إحدى الرياضات التراثية المتميزة، والتي وجه جلالة الملك المفدى للاهتمام لتطويرها. وأعرب سموه عن تقديره لكل الجهود التي يبذلها الملاك والاسطبلات المشاركة للمساهمة في تطوير رياضة سباقات الخيل، موضحا سموه أن كؤوس الأنجال سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة منحت الفرصة للملاك والاسطبلات المشاركة في التحدي والتنافس في هذا السباق، والذي يصب في مصلحة تطوير وارتقاء المستوى العام لسباقات الخيل. وقد أشاد سموه بالدور الجوهري للهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفة ونائبه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وما تقدمه من خطط وبرامج تطويرية تتماشى مع التوجيهات الملكية للنهوض بهذه الرياضة. وقد أعرب سموه عن اعتزازه بالمستوى التنظيمي الكبير الذي شهده سباق سموه، والذي يعكس الجهود التي بذلتها إدارة النادي، مشيدا سموه بالمستويات والمنافسات المثيرة التي شهدتها أشواط السباق، والتي عكست تطور مستوى رياضة سباق الخيل، مهنئا سموه جميع الملاك والمضمرين والفرسان الفائزين بكؤوس سموه.